تغيرات تشكيلات، كل يوم تشكيله، كل يوم تغير، يعني ما عرفنا له شو الحل الوحيد نحن لهذا كريستوبال. لا العين مستعد اليوم لعب مباراه طيبه، لكن الحظ مو مكتوب لنا، والله مو كاتب لنا المباراه، اللهم لك الحمد، لاعبين ما قصروا. سبب التراجع اشياء كثيره، اللعيبه في لعيبه توهم متعاقدين وياهم مش منسجمين ويا الفريق، المدرب مفروض يراجع حساباته في الدفاع، عندنا مشكله دفاعيه، يعني نسجل على الفريق دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق نسجل عليك، يعني لازم انت ترتب دفاعك. والله شوف انا ما الوم المدرب صراحه، والله يا اخي عندك مثلا كوامي كانوا ينتقدونه قبل، كان عليه اخطاء عدلها عادي هالمباراه، شوف لعب مباراه زينه، واتمنى قالت كريسبو صراحه. كانت المباراه صراحه حماسيه، وكان العين هو الاقوى حقيقه، اللي ضغط في المباراه هو العين، لكن الهلال فرص انتهزها وحققها وفاز، والدنيا فرص كلها فرص. يعني خالد لازم يلعب، ألابا لازم يلعب، هذول الاساسيين لازم يلعبوا، ما بتقدر انت تخلي لاعبين برا وتلعب لي ضد الهلال. نعم. والهلال مدخل كل فريقه، يعني حاطين لك نيمار بيخوفونا فيه برا، نيمار لو كان من البدايه داخل وفريقنا كان كله داخل والله كنا فزنا. نعم كروسبو يتحمل، انا اعرف انا مع خروج كريسبو، لكن لا انسى ان كريسبو اليوم دخل تبديلات صحيحه وصححوا الهجوم، لكن دفاع اليوم هذا مش يعذر عليكم، هذه اخطاء بديهيه، اخطاء فرديه، انت بندر لاعب قائد نادي العين مش قادر توقف على كورتك، كوامي من بدايه الموسم انت كارثي مش قادر توقف في مركزك صح، المدافع الاجنبي اللي جايبينه اجنبي مش قادر يلتحم، خايف من الالتحام، اول مره اشوف مدافع، اوكي في فرق نعرف ان امكانيات هذه امكانيات لاعب، لكن ما اشوف مدافع يخاف من الالتحام، انت مدافع. والاظهره بعد نفس الكلام، اليوم الدفاع يتحمل كل الاشياء اللي صارت اليوم.